الحمد لله على كل حاجة، كل اللي يجيبه ربنا كويس، بس برضو يا شريان أنا صعبان عليا نفسي. فين يا حبيبتي أيام العز اللي احنا كنا عايشين فيها؟ تلحقتي يا خالتي، ده هما 3 أيام برضو يا شريان استمتعنا. تكفي يا أختي البسين. إيه ده؟ مين الغلس اللي جاي يخبط علينا في وقت متأخر كده؟ يكونش البوليس يا خالتي بعد الخناقة اللي عملناها في الفرح؟ يا بنتي تفي من بقك، البوليس جه من زمان ولما كل اللي في الفرح نفر نفر. طب تفتكري مين بقى اللي هيبقى جاي لنا دلوقتي؟ تفتكري بقى نقعد نتسهر أنا وإنتي ونتوشوش كده ونتونس؟ ما تقومي يا بنتي تفزي تفتحي الباب. ماشي. هاي ازيكم عاملين ايه؟ هاي صباح ازيك وحشتيني قوي. ده انا؟ ايوه انا قعدت كتير قوي عشان اوصل لكم هنا، بس الحمد لله لقيت العنوان على جوجل مابس. وانت ايه اللي جابك يا سنيورة؟ مش قلتي مش عايزه تشوفي وشنا؟ انا مش جايه اشوف وشك انت، انا جايه اشوف وش صباح. هو مش ده بيتك ولا بيتها؟ لا يا حبيبتي ده بيتي انا وخالتي قاعده معايا عشان ما تسيبنيش لوحدي. ماشي؟ ما تختشي بقى يا بنت يا شريهات، اسكتي خالص. ومالو يا حبيبتي بيتك ومطرحك؟ اهلا وسهلا نورتي. ده بيتكم مش كده؟ اه جميل. ودي السفره؟ اه دي السفره ودي اوضه القعاد. يعني ايه اوضه القعاد؟ الليفنج. اوكي الليفنج اخرها كي. بقولك ايه، انت هتتريقي عليا بقى وتتريقي على بيتنا؟ خلاص ما تروحي تعيشي عند اصحابك اللي عندهم التوبلكس كمان. توبلكس؟ انا اصحابي كلهم مسافرين وسايبين التوبلكسات بتاعتهم لوحدها عشان احنا في لونج ويكند وكده، فانا قلت يعني اجي اقعد عندكم يوم ولا يومين. طبعا يا حبيبتي اهلا وسهلا تنوري، اعتبري زي بيتك بالظبط. ميرسي ثانك يو. ادخلوا ادخلوا. مين دول اللي يدخلوا؟ ايه ده؟ هو في ايه؟ ايه ده كله؟ انا عايزه اقول لك ان انا سايبه قد دول مرتين عند واحده صاحبتي، بس جايبه معايا بس الحاجات المهمه. احط الشنط فين؟ دخلها يا ابني جوه هنا في اوضه شريهان. شريهان ايه يا خالتي؟ استنى يا عم انت. شريهان ايه يا خالتي؟ ما تحطيها في اوضتك انت ما دام انت بتضيفيها قوي كده. انا مالي يا بنت؟ ما تكسفينيش، ما انت عارفه ان انا بشخر وانا نايمه، وبعدين البت كيوته ومش هتستحمل. طب وايه يعني؟ ما انا بشخر وانا نايمه وانا صاحيه على فكره، وهزعج الكيوته. عشان كده يا حلوه انت هتنامي على الكنبه، اصل مش معقوله حنايم الحلوه بنت الاصول دي على الكنبه. اختشي بقى يا شريهان. انتوا مش سامعين هي بتقول ايه؟ دخلوا الشنط في اوضه شريهان، الاوضه اللي شاورت لكم عليها دي. انا مش عارفه ليه حاسه ان انا ناسيه حاجه. كل ده يا اختي وناسيه حاجه؟ لا مش شنط، انا ناسيه حاجه تانيه. انتوا هتاخدوا الست دي ولا اتصرف فيها بمعرفتك؟ شفتي؟ كنت هنسى ماما ميمي. ابلة ميمي اهلا وسهلا، نورتي يا ابلة ميمي. دخلها في اوضه شريهان. ماما ميمي. ماما ميمي. ماما ميمي. ممكن تتنزحي شوية كده بس عشان أعرف أنام؟ ماما ميمي عندك سبيس، ممكن تروحي هناك. Thank you.
مصدقة انتوا ازاي عايشين من غير برايفسي كده خالص؟ انتوا كل يوم بتصحوا تسبحوا على الفانيلات دي؟ قصدك مين؟ قصدك على محمد سياحة وعياله؟ ده هما كده لابسين، ده تلاقيهم خارجين اصلا. شيريهان انتي عاملة ايه في شعرك؟ ليه مكتفة شعرك كده؟ مكتفة؟ يا جهلة دي طاقية. طاقية؟ دي شبه شعرك بالظبط. يا بت ما هو ده شعري اساسا، ما عشان انت مش فاهمه حاجه، انت وانت شعرك وهو مندي كده بتروحي ماسكاه فرداه وحاطه البنس دي بقى هي اللي بتديك الويفي، فاهماني؟ بس انت شعرك اساسا مقزعر مش هينفع مع الطاقيه، تعالي تعالي كل ده بصراحه طعمها تحفه. اكيد طبعا مش هاكل الشيء الاخضر المثلث ده. انت حره، اللي عايز ياكل ياكل واللي مش عايز ان شاء الله معنه طفح. شيريهان انا مش قصدي كده، قصدي اني ممكن اكل حاجه ثانيه، يعني لو عندكم مثلا pancakes, peanut butter, cereals. طيب في ايه بيجي هنا delivery؟ انت عايزه delivery؟ في فطائر المدينه المنوره حلو، في عبغاني سي ام ده بتاع سندوتشات بيعمل بنيهات وسبايسز وكل اللي انت عايزاه، في كمان كبده ومخ العنتيل بس ده حامي عليكي. لا انا مش عايزه الحاجات دي، انا بتكلم على حاجات الدليفري العاديه معك بيتزا كده يعني. انت تقصدي ده؟ كانوا بيجوا بس خلاص بقى، من ساعه ما الطيارين كل واحد فينا لما بيدخل الحته بيثبت، يا اما الموتوسيكل بيثبت يا اما هو بيثبت يا اما صندوق بيثبت، فقطع رجليهم هنا ومبقوش يجوا. بس لو نفسك تاكلي بيتزا في بيتزا هانش حلوه قوي، دي يمكن احلى كمان من بيتزا هات. لا انا مش عايزه هانش، انا مش عايزه حاجه. ليه يا ربي كده؟ هو انا يعني عشان معيش فلوس مش هفطر؟ مين دي يعني ليه معهاش فلوس؟ ده انت لو بعتي بس حاجه من اللي معاكي جوه دول، ساعه، نضاره، جزمه، شنطه، تجيبي اكبر من الشقه دي. كويس انك فتحتي الموضوع ده يا شيريهان. بصي حبيبتي، انا حاجتي دي هي اغلى حاجه في حياتي، اغلى ايفن من بابي اللي في السجن ده. وعايزه اقول لك خلي بالك قوي، انا حافظه حاجتي كلها بيس بيس وعارفاهم كويس جدا، يعني في يوم من الايام لو لقيت اي حاجه منهم ناقصه من شابوهاتي، لبسي، جزمي، شنطي، جولري بتاعتي، اي حاجه انا هقطم صفاره رقبتك. وعلى فكره انا عمري ما هبيعهم لان مش هينفع حد يلبسهم بعدي، انا ممكن اولع فيهم بس ما حدش يلبسهم. طب اقول لك حاجه، انا وصيتي لما اموت الحاجات دي تتدفن معايا زي اجدادنا الفرعونات كده. Am I clear؟ يس. على فكرة حاجتك دي كلها ولا تفرق معايا،
عشان انا كمان حاجتي عندي كلها بالدنيا. اقول لك على حاجه، شبشبي ده يتدفن معايا عادي. جهله ايوه سيف، ازيك؟ الحمد لله. انت ما بترديش عليا ليه؟ بكلمك بقالي كتير، كنت عايز اطمن عليكي. ثانك يو سيف والله، معلش انا كان عندي حوارات كده، هبحكي لك لما اقابلك. ايه ده، واحنا ممكن نتقابل؟ اه طبعا ينفع نتقابل. ايوه دي بصه طلعت. ينفع نتقابل؟ ما نتقابلش ليه؟ وممكن نتغدى كمان، ولا انت مش عايز تعزمني بقى؟ لا ازاي طبعا. طب شوفي نتقابل على الساعه 2 كده. اصل انا عربيتي بايظه فمش عارفه اتحرك. تحب اعدي عليكي فين؟ اعدي عليكي في البيت؟ لا 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 بلاش، ممكن نتقابل في المهندسين، لان انا هيكون عندي ميتنج مع كلاينت عند بابي في الشركه لان بابي مسافر. طيب اوكي اوكي، هقرب المهندسين وهكلمك. اوكي باي. باي باي. بتعمل ايه يا ابن الصرمة انت؟ وهو خش على جوه، خش. لا والله يا بنتي، شغلانتك خدتها واحدة تانية، وللأسف احنا مش محتاجين دلوقتي اي كاشير. طب مش شرط كاشير، انا ممكن اعمل اي حاجة، اقطع عيش، اعبي سندوتشات، اخرط بصل، اي حاجة. على عيني والله يا شريهان، لكن كل الوظائف اتسكنت. طيب بصي، احنا محتاجين حد في الحمامات، تيجي؟ لا يا استاذ عبد العظيم، حضرتك فهمتني غلط، انا خريجة اعلام، ما مسحش حمامات. ما انت كنت لسه دلوقتي هتخرطي بصل. لا تفرق، ده شغل سياحة وفنادق. على العموم شكرا. امسكي. لا ماليش نفس. بس بقى شو فكيها بقى. افك ايه بس، ده احنا عمالين نلف من الصبح، ده مفيش شغلانه فاضيه. انا تعبت والله العظيم، مش عارفه اعمل ايه. بيني هاخد الشغلانه بتاعت الشبراوي دي. اتجننتي؟ عايزه تقف في الحمامات تنضفيها؟ طب قولي اعمل ايه بس يا هاني. متلاقيش انا هتصرف، اكلم لك جماعه اصحابي شغالين في كنتاكي، هتروحي تمسكي الحمامات هناك. هي الشغلانه، بس معلش يا ماما دي برضو شركه مالتي ناشونال وبيعملوا خلطات بالوجبه السريه، فانت بقى وشطارتك يعني تعرفي السر بتاع الخلطات دي. ده وقت هزار يا هاني، انا مش عارفه بس انا بيحصل فيا كل ده ليه. الدنيا بتعاملني زي ما اكون ضرتها. لا واحنا لسه ورانا اقساط وفلوس وجمعيه وهم، يعني لو عدى عليا الشهر ده من غير ما اشتغل هتبقى مصيبه. ما خلاص بقى يا بنتي، كفايه كآبه. ايه ده؟ بعدين انت مش قلت لي جدكم شايل لكم فلوس ياما؟ لا قلت لك مخبي فلوسه مش شايلها لنا. طب ما تدوروا عليها، ايه الكسل ده؟ لا الكلام ده فات اوانه خلاص، ده حوار اتردم عليه من زمان. جدي الله يسامحه خبى الفلوس وساب لنا مكانها مجله ميكي، والله اعلم بقى اذا كان خبى الفلوس ولا ضيعها وبيستظرف. أكيد بيستظرف، إيه مجلة ميكي دي؟ ما تقلقيش، إن شاء الله محلولة. على قولك، مفيش حد بيبات من غير عشاء. هات السفندياية دي أكلها أديها بيها أعصابي. هات. مفيش إلا فص. فص أنت كلتها كلها يا معفن. أنا بيتني مش قلت لك خد حتة وأنت قعدت تقول لها مش عايز. أنت معفن يا ابني، كنتش ليه نفسي دلوقتي عايزة. خلاص بتتغندري ليه؟ طب يلا يلا اتنيل إجري هات لنا مكانة، جاي هتجيب واحدة، يلا روح هات. أجيب كيلو يعني ولا إيه؟ هات أي حاجة يلا. هاتي فضة. معيش. طب ولا اعمل ايه يا فندم؟ ما تفك فك يا ما معيش، معايا 200 جنيه اكيد مش هتلاقي معايا فكها يلا. ده هتلاقي معايا فكها. انا تعبانه والله وتعبانه، ولو لما بجوع بزعل اكتر. طب يلا خلاص مش مش بقول لك ايه؟ اقعدي اتكلمي مع الراجل كده ليه عقبال لما انا الف من ورا. ايه ده ايه ده؟ هتفضحنا؟ استنى استنى يا حاج، يا حاج الله يكرمك يا حاج، ما تجيب سفندياية. طب اقول لك على حاجه، بتشغلني معاك؟ طب تجيب سفندياية وتشغلني معاك؟ بس ماما والله شكلك لطيف. بس يا حاج بس يا حاج ايه اللي خليتنا نشحت؟ ايه ده؟ ايه ده؟ والله متشكرين والله يعني. انا حاسه ان انا بقالي قرن ما جيتش النادي، انت مش فاهم انا مشغوله ازاي؟ بعمل كميه مليون حاجات شنيعه. انا من ساعه ما بابي سافر سويسرا. سويسرا؟ ايوه انا اللي بمانج كل حاجته، المكتب، البيت، الشغل، بس بس بقى. بس ايه؟ بس ما بتعمليش حاجه تانية؟ مش عايزه ادوشك معايا، طبعا بعمل حاجات كتير. خلفنا لي ها؟ خلفنا لي Bye.
شو؟ What the hell are you doing؟ ايه القرف اللي انت عم Nelly, I missed you. It's not me, that's her. Jessie, look how sweet she is. صح؟ طبعا دي نيلي دي اختي وحبيبتي. كان لازم اقف جنبها بزنقتها. بس الظاهر بقى ان مفيش حد بيحبها خالص. يعني احنا لمينا ما يجيبش 100 جنيه لغايه دلوقتي. نيلي صحيح كان بابا